Portrait. الليلة في بورتريه اخترت باش نحكيكم على موسيقار من أهم الملحنين في الساحة الفنية العربية. هو عبقري زمانه كما يقولوا، خلق أغاني خالدة لليوم. الحقيقة أغاني كلنا عشقوها، هو مبدع بامتياز. كل أغنية من أغانيه لقات نجاح كبير. نحكيه على الملحن المتميز بليغ حمدي. بليغ حمدي كي نجي نشوفه نلقاو كل أغنية من أغانيه قعدت خالدة لليوم في البال. نلقاو وراء الملحن بليغ حمدي أغاني كيما ألف ليلة وليلة لأم كلثوم، سواح، زي الهواء اللي عند اللي بالأسمر، أنا بعشقك، مستنيك، وجينيريك مسلسل بوابة الحلواني كان تذكروه بصوت عالي الحجار اللي في الوقت ذاك لقى سكسي كبير. كلها أعمال خالدة لملحن لقبوه بملك الموسيقى. تنوعت إنتاجاته من رومانسية للوطنية بين الشعبي والديني، الكلهم أبدع فيهم من عصر أم كلثوم وإحنا ماشيين لعلي الحجار وسميرة سعيد وذكرى. بليغ حمدي أو بليغ عبد الحميد مرسي تولد في 7 أكتوبر 1931 في القاهرة. بوه كان أستاذ جامعي، أستاذ فيزياء في جامعة فؤاد الأول. حب الموسيقى من اللي كان صغير وتعلم العزف على آلة العود وقت اللي كان عمره 9 سنين. دخل معهد فؤاد الأول الموسيقى وقت اللي عمله 12 سنة لكن كان صغير برشا. دونك واصل تعليمه في مدرسة شبرا الثانوية وتعلم أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، وقرأ الموشحات العربية عند درويش الحريري. ووقت اللي كبر حقق أخيرا حلمه ودخل يقرأ في معهد فؤاد الأول للموسيقى. بدايته في عالم الفن والموسيقى كانت بعد ما أقنعه مستشار الإذاعة المصرية محمد حسن الشجاعي باحتراف الغناء، وسجل وقتها بليغ 4 أغاني للإذاعة، لكن ميولاته كانت الحقيقة أكثر للتلحين. ولحن زوز غنيات الفايزة كمال ليه لا وليه فتني ليه، ولحن غناية ما تحبينيش بالشكل ده الفايزة أحمد. تعرف الفنان على الموسيقار محمد فوزي اللي كان ديما يدعمه فنيا واللي يعطاه فرصة باش يلحن الكبار المطربين في هيك الوقت من خلال شركة مصروفون اللي كان يملكها. وقدم بليغ أول ألحانه لعبد الحليم حافظ من خلال أغنيته تخونوه، ولحن الأم كلثوم أغنية حب إيه عام 60 واللي لقات سكسي كبير. تميز بليغ حمدي وفرض روحه في الساحة، ولاو كبار المطربين يحبوا يخدموا معاه ويلوجوا عليه. وتعرف كونه فنان معاصر وكل ألحانه كانت محبوبة وناجحة، وتميزت ألحانه بالسهولة والبساطة، الشيء اللي خلى أم كلثوم ديما تحب تخدم معاه وديما تستنى وقتاش يلحن لها أغنية اللي بالحقيقة خليها تخرج على المألوف وستيل الصنبات اللي تعرفت به. ألحان عديدة الحقيقة كيما أنساك، سيرة الحب، فات الميعاد، ظلمنا الحب، وألف ليلة وليلة من أجمل مغنيات أم كلثوم. كيما تعامل بليغ حمدي برشا مع عبد الحليم حافظ ولحن له زادة من أجمل أغاني، تعامل مع شادية الصباح، ميادة الحناوي، سميرة سعيد اللي تتسمى بيان سور من جيل جديد. وما نجموش نحكيو على بليغ حمدي ما غير ما نحكيو على قصة الحب الكبيرة اللي جمعته بوردة، علاقة قوية وكبيرة اتوجت بالزواج وبالأعمال الرائعة الفنية وروائع موسيقية كيما أغنية اسمعوني. خلال مسيرته الفنية بليغ كان مهتم بالمسرحيات الغنائية زي دول الأوبيرات الاستعراضية، وقدم العديد منها من أهمها مهر العروسة وتمرحلنا. بليغ حمدي ملك الموسيقى، هو أكثر الملحنين اللي عندهم رصيد هام وكبير واللي تعامل مع العديد من المطربين من مختلف الأجيال ونجح معهم. هو عبقري زمانه، أتقن وأبدع وخلى رصيد هام وبصمة كبيرة في تاريخ الموسيقى العربية. وتوفى الفنان في 12 سبتمبر عام 93 بعد صراع كبير مع مرض في الكبد، ولكنه الحقيقة يبقى دائما موجود من خلال ألحانه اللي اتعدت وعبرت كل زمان وكل مكان.